تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يبحث توقيتات ومواصفات المشاريع الخدمية وآليات التعجيل بافتتاح مستشفى تكريت التعليمي. بعد ساعات على الاحتفال وطش الشوكليت، تخسفات مفاجئة توقف تبليط شارع الشط في بيجي، ومواطنون يشكون فوضى المرور وسط لنصات المحورة. السوداني يشارك بقمة الرياض العربية الصينية لدعم خيار الشراكة الجديدة وتخصيص 250 مليار دينار لشراء ذرة صفراء من الفلاحين. السيستاني يربط بين العدالة الاجتماعية والتطرف وعمليات استباقية لمنع داعش من استغلال الظروف الجوية، ومعارك بالعصي في بغداد. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.